السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا ربي تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. بمناسبة فصل الشتاء ودخول الصقيع، أنا جايب لحضراتكم النهاردة كنز ومعين لا ينضب وسلاح ودرع ضد الصقيع، هيدفئك وهيحميك من نزلات البرد وهيعلي مناعتك. مش بس كده هيحسن شهيتك، مش بس كده هيحسن الجهاز الهضمي وإفرازاته وبيزود إفراز الغدد اللعابية، مش بس كده بيحسن صحة الشعر لأنه بيحسن الدورة الدموية للشعر، وبيحسن صحة البشرة لأنه بيحسن الدورة الدموية في البشرة، وله استخدامات عديدة. علشان ما طولش عليكم، هو الجينجر، الجنجر أو الجنزبيل، الجنجر أو الجنزبيل، وده قلبه من جوه، أنا شاطفه بالسكينة كده، قلبه زي قلب البطاطساية كده، أهو زي قلب البطاطساية. وده برعم، لأن دي الريزومة أو الجذر، ده الجذر بتاع الجنزبيل. كل برعم من دول بينبت بيطلع نبات جديد، ده نبات الجنزبيل، ينتمي إلى عائلة الزنجباريسي، وهي عائلة نباتية كبيرة بتحتوي على الكركم والهيل أيضا زنجباريسي. الجنزبيل له استخدامات وفوائد عديدة، ممكن يتبشر ويتحط على السلطة للناس اللي بتحب الأكل محبش، لهم مزاج في الأكل كده، ما يحبوش الأكل العادب. الست وهي بتعمل صينية بطاطس وبشرت الجنزبيل أو قطعته سلايسز كده أو شرايح وحطته مع صينية البطاطس مع حتة اللحم الضاني، يا ريت تدوني رنة. تمام، الجنزبيل ممكن يتغلى ويتشرب 3 مرات في اليوم. الست الحامل بيخلصها من القيء والغثيان بشرط إنها تاخد من 2 لـ4 جرام يوميا، ما تزيدش عن كده. وهستعرض مع حضراتكم فوائده العديدة. أنا ده كده ربع كيلو عشان ما حدش يغشكم، ربع كيلو على الميزان الإلكتروني ثمنه 20 جنيه، ربع كيلو يعني الكيلو ب80، وممكن ناس شاطرة تجيب الكيلو ب60. تمام، الجنزبيل أو الزنجبيل، عائلة الزنجباريسي، الجنجر أو الجنجر، بيعمل إيه فوائده؟ تخفيف الورم، بيخفف الورم وانتي انفلاماتوري. رقم 2، بيخفض السكر في الدم. رقم 3، علاج ضد الزهايمر ديزيز او مرض الزهايمر. 4، منع تخثر الدم، يعني انتي كواجولانت زي الاسبرين كده. رقم 5، تخفيض الوزن لانه بيزود عمليات الايض. في تركيبات من الجنزبيل بتزود الايض وبتزود حرق الدهون فبتخسس الناس، والناس بتحطه مع بتكسر حدته لان طعمه حرق جدا، نار نار، يعني هتاخد منه شويه هتلاقي جسمك بقى مولع نار ومش حاسس ببرد، زي الفودكا الروسي كده. فحضرتك بتكسر حدته وحرقانه ده بايه؟ انك تحط عليه قرفه وتدوبه في اللبن لما يبقى بودرة يعني. تمام، 6، بيخفض ضغط الدم لأنه بيحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم. 7، علاج القولون العصبي لأنه بيطرد الغازات وبيبسط العضلات الملساء في الأمعاء فبيعمل انسجام في المعدة وبيريح القولون. رقم 8، بيحارب السرطان لاحتوائه على الأنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة، وبيحتوي على فيتامينات كتير ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. بيعالج الزكام لانه بيعلي المناعه. رقم 10، اهم حاجه دي مهمه قوي، التهاب الحلق، اللي زوره ملتهب او عنده بحه هات جنزبيل وقرفه واشربهم زي الفل. بيوسع الشعب الهوائيه، بيفتح صدرك تعرف تتنفس كويس. تمام، 11، في الجنس بيحسن الانتصاب، إذا انتظمت فيه بيحسن انتظام ويعمل تأخير للقذف
وبيحسن رغبة المرأة أيضا. رقم 12 بيعالج الرائحة الكريهة للفم والرائحة الكريهة للمهبل. تركيبات كده بودرة بتتعمل وبتتحط موضعي بتضيع رائحة الرائحة الكريهة أو بتعالج الرائحة الكريهة للفم، لأنها قاتل للبكتيريا والفطريات والميكروبات وكل أنواع الميكروبات بيقتلها. طبعا للشعر قلنا، للبشرة رقم 14 قلنا، القيء والغثيان للحامل بشرط ما تزيدش عن 2-4 جرام في اليوم على 3 مرات، 2-4 جرام على 3 مرات، يعني في المرة جرام مثلا أو جرام ونص. 16 بيعالج التهاب المفاصل، أنا قلت لأن في مادة الجينجيرول، مادة الجينجيرول. الجينجيرول رقم 17 بتحارب الميكروبات كلها، بكتيريا، فطريات، فيروسات. تمام؟ بيخفف رقم 18 بيخفف آلام الدورة الشهرية، الطمس، البيريود، بيخفف الآلام دي. 19 بيعقم حبوب الشباب وبيساعد على علاجها. رقم 20 صحة القلب والشرايين، لأنه زي ما قلنا زي الأسبرين بيضاد تخثر الدم، يعني أنتي كواجولانت. رائحة الفم الكريهة قلنا، وطبعا بيساعد على زيادة إفراز اللعاب، ومن هنا بيزيد الهضم فبيقضي على عسر الهضم. دمتم يا رب بصحة وعافية، وانتظروني مع الكنوز القادمة، وربنا ما يحوجكم لأي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله. سلام عليكم.